أهلا من جديد. اللافت للنظر كما أسلفنا هو وجود رموز وشخصيات تنتمي لنظام مبارك، سواء كان فيما يخص القوائم الانتخابية أو من ترشحوا بشكل فردي. كيف تم التعامل مع الحزب الوطني ورموزه بعد ثورة 25 يناير، وحتى إعلان اللجنة الانتخابية قوائم المرشحين؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي. يبدو أن المشهد الدرامي الشهير للنيران التي تصاعدت من مقر الحزب الوطني بوسط القاهرة عشية جمعة الغضب لم يعد يمكن الإشارة إليه للحديث عن السقوط المعنوي للحزب نفسه، فما طرح من أسماء على مائدة الانتخابات البرلمانية القادمة قفز باسم الحزب ككيان عصي على الإقصاء من الساحة السياسية المصرية. الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 13 أبريل عام 2011 فيما عرف بجمعة حماية الثورة، منددة بعودة رموز نظام مبارك للحياة السياسية، لم تنتصر بإصدار محكمة القضاء الإداري قرار بحل الحزب الوطني. فترة حكم المجلس العسكري التي شهدت إصدار قانون العزل السياسي الذي يقضي باستبعاد رموز الحزب الوطني من التمثيل السياسي وإقصائهم عن الحياة السياسية، كانت أيضا شاهدا على الحكم بعدم دستورية القانون نفسه، ما سمح للفريق أحمد شفيق بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012. أردت ودع التهييس يا نهار اسود على التهييس، يأتي لأخويا ويبقى رئيس. حالة الغضب التي استتبعت ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية لم يعد لها أثر يذكر في الشارع المصري، رغم إعلان العديد من أعضاء الحزب الوطني السابقين نيتهم في الترشح للبرلمان القادم وقبول ترشح بعضهم على القوائم الانتخابية التي تم إعلانها صباح اليوم. أواصل معك أستاذ زياد في هذا الموضوع، سنتحدث طبعا بعد قليل عن موضوع انسحاب واستبعاد بعض من الرموز النظام السابق وصورتهم في هذه الانتخابات البرلمانية، حجم وجودهم وغيره إلى ذلك. لماذا كل هذا الرفض للقوائم المطلقة؟ ألا يمكن أن تمنح فرصة للنظام حتى يجرب، علها تكون صالحة؟ طيب انا لو جيت دلوقتي اقول لك ان انا هخترع العجله هتقولي عليا مجنون، لان العجله اخترعوها من زمان. هو احنا بالظبط في مصر دلوقتي بنخترع العجله. فكره القايمه اصلا جات لي ان انا لو انا وحضرتك نازلين انتخابات ضد بعض في دايره واحده، انا هاخد 49.5% وحضرتك هتاخدي 50.5%، حضرتك هتنجحي وانا هسقط. يبقى في 49.5% من الناس ما عندهمش حد بيمثلهم. من هنا جت فكره القايمه النسبيه، انه والله كل حزب او كل جماعة او كل مجموعة حتى مش حزب بتاخد بنسبة الاصوات اللي بتبقى موجودة بيها، ده بيضمن انه كل الناس تبقى ممثلة بنسبة تصويتها. انت قوتك 10% تاخدي 10%، انا قوتي 15% اخد 15%، وبالتالي ده معناه انه البرلمان هنا بيعكس تمثيل حقيقي للناس في الشارع، وبيقول ده برؤى سياسية، لان الناس لما بتنتخب قايمة تنتخب على برامج. لما نيجي نقول بقى انه تمام احنا هناخد نظام القايمة، فالقوة اللي كانت بتكلم على حياة سياسية سليمة هتبقى مبسوطة، بس يقول لك لا هناخد قايمة مطلقة. طب يعني ايه قايمة مطلقة؟ يعني برضو القايمة اللي هتاخد 49.5% هتسقط، 49.5% من الناس مش ممثلين و 50.5% من الناس ممثلين، وبالتالي ده بيضرب الفكرة من اساسها. واضح. طيب مسألة استبعاد أحمد عز كاستبعاد لرموز النظام السابق، أعود إليك ضيفي أستاذ عبد الفتاح، هل سيمنع استبعاد أحمد عز عودة رموز النظام السابق فعلا، أم أنها مجرد در للرماد على العيون؟ لا، هي طبعا الانتخابات القادمة هي حلقة في سلسلة طويلة من الانقلاب على كل إنجازات ثورة يناير، وبالتالي مناقشة هذه التفاصيل الصغيرة لا تهم كثيرا، هناك انقضاض كبير على كل الإنجازات وهناك عشرات الآلاف من الناس. المسألة تتعلق أكثر بعودة الرموز النظام السابق وسيطرتهم على جزء كبير من البرلمان. نعم، هذا البرلمان لن يكون معبرا عن إرادة الجماهير في مصر. البرلمان الانتخابات لا تجرى في ظل إقصاء لكل المعارضين، هذه انتخابات شكلية
وتجرأ في بعض الأنظمة، ولكن لا يمكن أن نطلق عليها كلمة انتخابات. وبالتالي وجود رموز النظام السابق أو عدم وجودهم وإنتاج رموز جديدة لن يكون هناك فرق كبير. يعني الآن تم استبعاد شخص معين من الصورة تهدئة للرأي العام ربما أو لأي غرض آخر، ولكن في النهاية النظام بأكمله والانتخابات القادمة بأكملها لن تكون معبرة عن مطالب الجماهير هذه، ولن يتم ضمان فكرة التنافس الشريف وحرية اختيار يعني النواب في البرلمان. وبالتالي الانتخابات الآن هي مجرد حلقة صغيرة في سلسلة طويلة جدا، ولن تكون حل للمشكلة. الانتخابات عادة في الدول الديمقراطية هي حل للصراعات السياسية، لكن هي بالنسبة لهذا النوع من الأنظمة هي تعميق للمشكلات أكثر، كما كانت الانتخابات الرئاسية من قبل. طيب. وكما كان الاستفتاء على الدستور من قبل. وبالتالي طيب. نحن ده جزء من حالة اللامنطق التي تعيشها البلاد منذ طيب. كل هذه التحليلات تجعلنا نطرح سؤال: ما الحل في ظل هذه، أو على الأقل فلنقول انعدام رؤية واضحة للمستقبل البرلماني في المرحلة الحالية؟ ما الحل بالنسبة إليك أستاذ طلعت فهمي؟ لا هو الحل يعني زي ما قال الدكتور الفاضل، إن فعلا في ثورة، وفي ثورة مضادة من 25 يناير، وإن النظام اللي الشعب المصري هب وصار نظام الحكم اللي هو كان بيتميز بالاستحواذ على الثروة والسلطة وأدى لإفقار غالبية الشعب المصري، هذا النظام لم يرحل عن مصر وما زال يستحوذ على الثروة ويأمل في الاستحواذ على السلطة بالكامل كما كان، سواء في شكل أحمد عز أو أسماء أخرى، لكنها بتمثل نفس الطبقة اللي الشعب المصري صار عليها. وبالتالي إحنا ده واضح لينا بشدة، ولنا اخترنا طريق النضال السلمي اللي هو عن طريق العمل مع القوى الحية في المجتمع، القوى المهمشة، القوى المطحونة، القوى اللي حلمت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية في 2011، ما زالت هذه القوى بتقاوم ما يسمى بقانون تجريم التظاهر أو منع التظاهر، وبتعبر عن احتجاجاتها ورفضها بكل الأشكال. ما زال شباب مصر اللي بيمثل 60% من قوة الشعب المصري ما زال مؤمن بأهداف ثورة يناير، وبالعكس ومؤمن بقدرته على فرض إرادته على أي نظام قادم. شكرا. وبالتالي الطريق طويل، وزي ما بيقول الشباب الثورة ما زالت مستمرة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ طلعت فهمي أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لك موصول. شكرنا أيضا أستاذ عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في واشنطن. في كل هذا أين الشارع، أين صوته من كل ما يجري؟ كسؤال أخير. المرعب الشارع، يعني طول ما الكلام داير، طول ما الناس بتقول رأيها، فده بيقلل مساحات العنف اللي ممكن تظهر، بيخلي الناس بتطلع الأسلوب التعبير عن الرأي هو الصندوق. طول ما في ديمقراطية، طول ما في آليات ديمقراطية، أنا بأثر كمواطن في صنع القرار السياسي عن طريق إن أنا بنتخب الناس اللي بتمثلني. لما بيتقفل كل المجالات السياسية، انت دلوقتي عندك الأحزاب ممنوعة من انها تمارس دورها، امين عام الحزب اللي كان موجود عندك دلوقتي ده كان في السجن لسه من 3 أسابيع، وزميلته مقتولة عشان نزلوا يحطوا ورد في ميدان التحرير، وبالتالي الأحزاب مقفول عليها كده. الجامعة ممنوع فيها العمل بالسياسة، دولة ما فيهاش مجالس محلية الأحزاب تخوض فيها انتخابات بقالها 4 سنين، دولة بقالها 2 سنين ما فيهاش مجلس الشعب منتخب. إذن أنت بتغلق الناس اللي بتتكلم في السياسة، بتحطهم في السجون، بتغلق المجال السياسي. إذن نحن غلق المجال السياسي يؤدي للانفجار. بأي للأسف. جديد قد يحصل على الساحة المصرية، وسنظل نتابعه معكم من هنا بتوقيت مصر في حلقات أخرى بإذن الله. شكرا لكم جميعا، شكرا لضيفي، وحتى نلتقي لكم التحايا.